رئيس الوزراء لمتابعة وحل المشاكل التي تعاني منها المحافظات بغية امتصاص غضب المواطنين، كلفت إحدى اللجان بمتابعة متطلبات أهالي نينوى، إلا أنها أهملت ولم يتحقق منها شيء، فبعضها كب في سلة المهملات والبعض الآخر لا يزال قيد الوعود. هنا في سلة القمامة وجدت بعض الطلبات المقدمة للجنة المكلفة من رئيس الوزراء للوقوف على طلبات أهالي نينوى قبل أن تبرد المقاعد التي كان يجلس عليها رئيس اللجنة وأعضائها، فكيف هو الحال لبقية الطلبات التي لم تلبى، منها الصغيرة ولا الكبيرة، بعد مرور شهر على رفعها؟ أتت هذه اللجنة الوزارية إلى نينوى لأخذ مطالب نينوى ولتحقيق ما يستطيعون تحقيقه من مطالب. تفاجأنا بعد نهاية المؤتمر الذي حصل في محافظة نينوى أن المطالب وضعت في مكب النفايات، فايلات أعدادها تتجاوز 10 أو الأكثر، مطالب حقيقية من أهالي نينوى. طبعا هذه المطالب رأيناها في مكب النفايات، تألمنا وتأسفنا أن لجنة وزارية مكلفة من رئيس الوزراء قطعت هذه المسافة لكي تأخذ مطالب وترميها في مكب النفايات. اليوم نطالب رئيس الوزراء بخطوات حقيقية. فيض من الوعود التي جاء بها الوزير ومن معه إلى نينوى، إلا أنها لم تكن إلا للعرض الإعلامي في الاهتمام الشفوي الذي لم يتجاوز قاعة الجلسة، فأزمة الجسور والبطالة والنزوح والتصاريح الأمنية والمفقودين كادت أن تحل في تلك الجلسة الحميمة. هذه اللجان لم تكن واقعية على أرض الواقع للأسف، مجرد لامتصاص الغضب الجماهيري. اليوم هي فرصة للحكومة لإثبات مصداقيتها وجدارتها في هذا الأمر لكي تنفذ أوامر وطلبات أهالي نينوى والعراق بعد أن شكلت هذه اللجان أن تطبق ما طلبه المواطن على أرض الواقع. اللجنة أتت إلى نينوى، سلمناها الطلبات، لكن أي تحرك لي اليوم ما شفنا للجنة. احنا اليوم نطالب بعرض الطلبات التي رفعت ونسب حلها. اليوم احنا لازم نعرف ويصب وصلوا وش حلوا لحد الآن، واحنا طبعا مع كل أسف ما دا نتخلص من فكرة انه كل لجنة تشكل هي عبارة عن تسويف وعبارة عن امتصاص لغضب الشارع. امتصاص غضب الشارع بطرق تسويفية لا تجدي نفعا، بل تزيد من امتعاض المواطنين وإصرارهم على مطالبهم المشروعة، وتتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة في كل ما يجري من أحداث بعد أن فقدت الثقة بالوعود الزائفة ومسوقيها. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.